والله بالمزابل، والله اللم حديده لا يلونه، فوقها موتينا من جونا، لا وجبه لا طحين، الله وكيل جارات ابو المولد مطفي، ماكو شغل، وفروا لنا شغل، بلديه منظمات على ناس وناس، يعني ما يصير هيك، والله ميتين من جونا بالله، بطل الزيت الباعه صار بثلاثه، يعني المواد غاليه، هاي اشهر طلع بيلي بسبعه بثمانيه، والله مولده ايجار عيله. راح تشتري من دكان غالي؟ ها والله العظيم الله وكيل ما على حشاكم ايش على اسوي شيء اجيب من عندي، يعني عيشه مره. قد ضميت لك فلوس للمعيشه؟ والله حرام بعد نص الايجار ما مطلع، وانا قاعد ب 100,000 بعد المولده ما اعرف ايش قد يجي الاشتراك. الله وكيل. وحق يا صباح هذا لا زيت لا مونه ما عندي مصفر. كم طفل عندك؟ والله واحد، والله الواحد. زيت ريكت اليوم؟ والله عريج اثنيناتنا، الله وكيل ومحمد كفيل. ما تريكتوا؟ والله العظيم. بالله عري جاي من اذان الصبح لحد الان ما فات بطني غير بس المي. لجينا على المثلث ممنوع تجول، بس خميس وجمعه وسبت والاحد، اثنين وثلاثه والاربعاء والخميس البلديه طردنا، وين نروح؟ ايش نشتغل؟ نروح نبوق؟ اذا نبوق يفوتونا جوا، صحيح ولا؟ وين نروح؟ هو بس عليه من يركض، هو بس علينا يركض. خميس وجمعه بس الكارونه تجي، غيرها ما تجي، اسبوع كله استراحه. عشان ولا اما يلغفون غادي واحنا قاعدين هنا ميتين من الجوع. لا وجبة بس البحر يلا جاء شكر من الصندل الزيت على ما يجي ايمتى هذا ايمتى يخلص هاي العمر راح اموت وما يخلص هاي العمر هذا شغل ماكو والعالم بطالة ما عنده يعني ما صفى اللي يشتغل نهار كله يجي 2000 3000 دينار يا ماكو ما يحصل يا صعب عائله بالحضر قاعد حوله لا حول ولا قوه ما من يجيبها عالم بس اكو عوائل يعني ما عندها قوت يومها اكو نعم اقول نعم اكو عوائل ما عاد والله تطيق ما تغدى الله وكيل شو تقول انت؟ والله ايش اقول؟ شو تقول الحكومه؟ يعني اريد نقول حلو الحكومه شويه تبال على الشعب هذا الشعب تعب بس كذا ما حضرت تجوال يعني حضرت الكورونا ما تجي بس ست ايام يعني اسبوع كله ست ايام هذه ست ايام كورونا ما صار اي شيء والله حمال اشتغل انا هاي بمنطقه باب جديد نحن مسوي حظر حظر على عيني وراسي يعني مكتملين بصعب جهات الكورونا حظر صحي كفوف كمامات بس احنا نريد عمل استاذ سالم عمل ماكو اكثر الحماميل يعني ما اقدر اعطي قوت يومه يعني اسوي عليه اسوي حظر تجوال في يومين في ايام شو حق الاني؟ بالنسبه لي يعني بيتي ايجار بس الكمامه بالشهر 100 زين شو راح ادبر ال 100 اللي هي حفله ايام على الاقل يسوون جزء شويه تبع اجتماعكم كم طفل عندك؟ الطفلين اثنين اليوم شو تريك الصبح؟ والله ايش اقول لك يعني اقول لك تريك لبن وشاي ايش والدكاك انت تطلب لنا ايش قد يطلبوك الدكان؟ والله المحلات ابو الغاز ابو الدكان الخضروات الله وكيل هناك والله ابو العشره ابو ال 15 ابو الغاز لحدنا قرينتين ليش شو راح ادفع عني لحفر